السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أينما كنتم من تلفزيون جيبوتي، وحيكم أقرأ لحضراتكم هذه النشرة التي أستهلها بأهم العناوين. اجتماع حول إنشاء نقاط مراقبة على طول محطات القطار. اختتام قمة الدول الصناعية الكبرى في المملكة المتحدة. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. بمبادرة من رئيس مجلس النواب السيد محمد علي حمد، ووفقا للمادتين 12 والحادية والعشر من النظام الداخلي للمؤسسة البرلمانية، عقد صباح اليوم الاثنين ضمن أنشطة البرلمان عقد اجتماعا مؤتمر رؤساء اللجان، وذلك ضمن أنشطة البرلمان التي تنفذ في شهر يونيو. وركز هذا المؤتمر على مناقشة بعض النصوص القانونية وإحالتها إلى اللجان الدائمة، وتحديد موعد الجلسة العامة التالية. ومثل الحكومة في هذه الجلسة رئيس الوزراء السيد عبد القادر كامل محمد، حيث جرت بحضور نائبي رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان الدائمة. وخلال هذا اللقاء تم مناقشة 4 مشاريع قانونية. مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل المشروع المتكامل للتحويل النقدي وتعزيز رأس المال البشري، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل محطة كهرباء دمرجوق وتوسيع شبكة نقل الكهرباء، ومشروع قانون يتعلق بشأن اعتماد الحسابات المالية لعام 2018 للمكتب الوطني للطباعة بجيبوتي، ومشروع قانون يتعلق حول أنشطة استيراد وتخزين ونقل وتوزيع المحروقات. استقبل وزير الداخلية الجديد السيد سعيد نوح حسن، استقبل صباح اليوم في مكتبه السفير الفرنسي بجيبوتي والوفد المرافق له، وذلك لبحث دعم علاقات التعاون بين جيبوتي وفرنسا في مجالات مختلفة وسبل تعزيزها أو تعزيزه إلى آفاق أرحب وأوسع. هذا وأكد الوزيران في بداية اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين جيبوتي وفرنسا، وتناول اللقاء حول متابعة العمل في تطوير التعاون، وأشار الجانبان على حرص الحكومتين الجيبوتية والفرنسية لتطوير التعاون بين البلدين. كما عقد معالي وزير الداخلية السيد سعيد نوح حسن صباح اليوم سلسلة لقاءات مع ممثلي المنظمات الأممية العاملة في البلاد والمدير العام للوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث استقبل الوزير أولا ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جيبوتي السيدة فاطمة الزهراء. وشكل اللقاء فرصة لتبادل الآراء حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما برنامج التنمية المشتركة. وخلال اللقاء ركز وشكر الوزير ممثلة برنامج الأمم المتحدة على دعمها لجهود حكومة جيبوتي. كما استقبل وزير الداخلية السيد سعيد نوح حسن مدير عام الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة السيد دعالي سعيد محمود. وخلال الاجتماع تطرق الجانبين حول السبل الكفيلة لتعزيز التعاون بين الجانبين. امتدادا لجولته التفقدية، قام وزير الداخلية الجديد السيد سعيد نوح حسن قام أمس الأحد بزيارة المقر الرئيسي لمكتب الهوية الوطنية التابع للإدارة العامة للأحوال المدنية. وكان في استقبال وزير الداخلية السيد سعيد نوح حسن لدى وصوله إلى موقع الزيارة مدير عام الشرطة الوطنية العقيد عبد الله عبد فرح، والمدير العام للأحوال المدنية والأسرة السيد أحمد عمر جامع. ويضم هذا المبنى الذي يقع بالقرب من مركز الشرطة مكاتب مشروع للهوية الوطنية. وقام الوزير بزيارة مختلف أقسام والمرافق التي يحتضنه هذا المبنى الهام، منها النوافذ الموحدة للسجل المدني ومكتب رخص القيادة والنافذة الخاصة بالعمال الأجانب. وعقد الوزير خلال الزيارة اجتماعا تم خلاله تقديم عرض يتناول حول حسن سير العمليات
إذن حول حسن السير الهوية الوطنية إلى جانب البرامج الجديدة التي يسعى المكتب إلى تنفيذها في الأيام المقبلة والمراحل المختلفة للمشاريع التي تشهده الأقسام المختلفة للمكتب، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس. هذا وتلقى الوزير شروحا مفصلة حول طريقة إصدار الهوية الوطنية والسجل الوطني، وكذلك الموارد المستخدمة لتسجيل السكان على نطاق واسع. وتمكن الوزير من حضور إصدار بطاقة الهوية الخاصة به، وكذلك تسليم شهادة الميلاد. عقد وزير الصحة الدكتور أحمد روبلي عبدلي مع وزير البنية التحتية وتجهيزات السيد حسن حمد إبراهيم عقد اجتماعا ثنائيا مهما لتنفيذ الإجراءات الصحية والرقابة في محطات القطار الإلكتروني ترقبا لاستئناف المرتقب لقطارات الركاب بين جيبوتي وأديس أبيبا. ويهدف الاجتماع إلى سماح الركاب الجيبوتيين بالسفر عبر القطار بأمان تام من خلال تنفيذ التدابير المناسبة لتسهيل سفرهم وضمان خلوهم من فيروس كورونا. وتحقيقا لهذه المهمة ستبني وزارة الصحة بالشراكة مع وزارة البنية التحتية والمعدات مواقع لمراقبة كوفيد-19 ولضمان صحة الركاب لدى المغادرة والوصول إلى البلاد. كما شكل اللقاء فرصة للوزيرين لتشكيل لجنة فنية ثنائية مكلفة بإقامة جميع أجهزة التحكم في محطات القطار. في إطار المهمة الجديدة التي كلفت بها عبر المرسوم المتعلق بتحديد الصلاحيات، عقدت وزارة العمل في قصر الشعب مشاورات ومباحثات واسعة مع الجهات الفعالة المعنية بالحماية الاجتماعية، وذلك برعاية وزير العمل السيد عثمان إبراهيم روبلي. وسمح هذا الاجتماع لتنظيم اللقاءات مع المواطنين لإعطاء الطابع الرسمي للقطاع الخاص وصياغة استراتيجية تقليص حجم أضرار عدم الحماية الاجتماعية لهذا القطاع غير الرسمي الذي يتسم بظروف عمل صعبة. ويشمل هذا القطاع كافة مجالات الاقتصاد الوطني وقطاع الإنتاج وقطاع الخدمات، ولا تمتع غالبية العاملين في القطاع غير الرسمي بأي حماية اجتماعية. وتم تشكيل مجموعات ولجان لعمل صياغة خصائص القطاع غير الرسمي والإجراءات لمساعدة أو تقديم الدعم لهذا القطاع وتحسين ظروف هذا القطاع. وفي كلمة لوزير العمل المكلف بالحماية الاجتماعية سيد عثمان إبراهيم روبلي في هذه المناسبة أعرب عن سعادتي لإطلاق هذه الورشة المتعلقة بحماية حقوق العاملين في القطاع غير الرسمي، وقال إن هذه الورشة ترمي بالدرجة الأولى إلى القيام بإجراءات مهمة لإضفاء الطابع الرسمي على القطاع الخاص. وقال أرحب بالوزارات التي تشارك معنا في تنفيذ هذا البرنامج المكرس لتبادل المعلومات حول دعم القطاع غير الرسمي وحماية منتسبيه، وإن معظم العاملين في هذا القطاع لا يتوفر لديهم أي حماية وأي حقوق تذكر، لذا تهدف هذه الورشة وهذا التشاور إلى وضع حقوق مناسبة لهم. قام معالي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني السيد مصطفى محمد محمود صباح اليوم قام بجولة تفقدية للوقوف عن قرب على حسن سير امتحانات الحصول على الشهادة الثانوية الفنية. وكان برفقة الوزير في هذه الجولة التفقدية وفدا مكونا من كوادر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وأقرب معاوني الوزير. وقام موكب الوزير في بداية جولته التفقدية بزيارة إلى الثانوية الصناعية والتجارية للوقوف عن كثب حول كيفية سير هذه الامتحانات. وشكلت هذه الزيارة فرصة لوقوف الوزير لتقديم معلومات مفصلة حول إجراءات
أو الحصول على معلومات مفصلة حول إجراءات الاختبارات في أفضل الظروف المادية والبشرية. وبعد الثانوية الصناعية والتجارية توجه الوزير إلى الثانوية الفنية في جابود، حيث تم استقباله بترحيب حار من قبل المدير العام للتعليم الفني والتدريب المهني السيد عبد القادر ومدير الثانوية. وبعد تبادل المعلومات مع رؤساء المراكز ورئيس لجنة التحكيم، أشاد الوزير بحسن تعبئة الموظفين المعنيين وشجع المعلمين والموظفين الإداريين على بذل قصارى جهدهم لضمان النزاهية والشفافية التامة خلال هذه الامتحانات. وفي نهاية جولته أعرب الوزير عن ارتياحه لحسن سير هذه الامتحانات التي تسير في ظروف جيدة. امتدادا لجولاته التي يجريها للتعرف مع الدوائر المختلفة التابعة لوزارته، قام وزير التجارة والسياحة الجديد السيد محمد ورسما قام بزيارتين إلى المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارة. وحظي وزير التجارة والسياحة الجديد السيد محمد ورسم والوفد المرافق له باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل المدير عام مكتب جيبوتي للملكية الصناعية والتجارة والمدير الإداري وكبار المسؤولين في المكتب. وقام الوزير والوفد المرافق له بجولة تفقدية لمختلف أقسام التي يتكون منها المكتب، حيث شكلت زيارة فرصة للتعرف عن تاريخ المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارة. ووصل وزير التجارة والسياحة الجديد السيد محمد ورسما ديري صباح اليوم زيارته الاستكشافية لمجمل الدوائر التابعة لدائرته الوزارية، حيث زار المكتب الوطني للسياحة. ولدى وصول الوزير استقبل باستقبال حار وحفاوة بالغة من قبل المدير العام للمكتب الوطني للسياحة السيد عثمان عبدي محمد بحضور أقرب مساعديه. وقام الوزير بتفقد مختلف المكاتب والخدمات للمكتب الوطني للسياحة. وعقد الوزير خلال الزيارة اجتماعا تم خلاله بحث البرامج المستقبلية لقطاع السياحة وإصلاح الإطار المؤسسي، حيث قام مدير عام المكتب الوطني للسياحة بتقديم إيضاحات حول الأنشطة المستقبلية للمكتب. وحضر الأمين العام لوزارة التجارة والسياحة السيد علي داود وكبار المسؤولين هذه الزيارة. إذن قام الوزير بزيارة مختلف المكاتب للمكتب الوطني للسياحة. استقبلت وزيرة المرأة والأسرة السيدة منى عثمان آدم صباح اليوم الاثنين ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف التي كانت برفقة أقرب معاونيها. وهنأت ممثلة اليونيسيف الوزيرة على تعيينها وزيرة للمرأة والأسرة وتمنت لها التوفيق في مهامها الجديدة. وتطرق اللقاء حول المشاريع الرئيسية التي تقوم بها منظمة اليونيسيف مثل حماية الطفل وتقديم المساعدة الاجتماعية وتعزيز الشراكة بين وزارة المرأة والأسرة والمنظمة. كما تطرق الجانبين حول علاقات التعاون بين المنظمة والوزارة. استقبل وزير المركزية السيد قاسم هارون علي صباح اليوم في زيارة ودية سفير الفرنسي المعتمد لدى جيبوتي السيد أغنو
الذي كان أيضا برفقة أقرب مساعديه، وتبادل الجانبان حول إمكانية تطوير وتوسيع الشراكة الدائمة المتعلقة باللامركزية إلى جانب السبل الكفيلة لتطوير التعاون بين جيبوتي وفرنسا. وذكر الوزير أهداف الحكومة فيما يتعلق باللامركزية وتحديدا تنمية المجتمعات الإقليمية من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وفي هذا الصدد اقترح الوزير أن يعمل الفريقان معا لتطوير مبادرة تهدف إلى دعم وتعزيز عملية اللامركزية. ترأس الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة سيد الدين عبد الله عمر بحضور ممثل مدير المركز الإقليمي لرسم الخرائط والموارد من أجل ترأس ورشة توعوية لتبادل المعلومات لبرنامج إقليمي بعنوان المراقبة العالمية للبيئة والأمن في إفريقيا. هذا وشارك في الاجتماع خبراء دوليين ومحليين من برنامج دعم المراقبة العالمية للبيئة والأمن في إفريقيا، إضافة إلى ممثلين من الأقسام الفنية منها المركز الدراسة والبحوث الجيبوتي المعروف بساغد وجامعة جيبوتي والوكالة الوطنية للأرصاد الجوية. ويعد برنامج دعم المراقبة المالية للبيئة والأمن في إفريقيا يعد برنامجا رائدا لمفوضية الاتحاد الإفريقي. وفي كلمة له أوضح الأمين العام بوزارة البيئة أن برنامج دعم المراقبة العالمية للبيئة والأمن في إفريقيا إذن هو برنامج رئيسي لمفوضية الاتحاد الإفريقي الذي يندرج ضمن سياسة واستراتيجية إفريقيا، مشيرا أن مثل هذه البرامج تهدف إلى توفير مساحة وفرصة لتبادل الأفكار والآراء مع الخبراء والوفد المشارك في هذا اللقاء حول المعلومات المتعلقة بالبرامج الإقليمية للمراقبة العالمية للبيئة والأمن في إفريقيا. وقال أن برنامج دعم المراقبة العالمية للبيئة والأمن في إفريقيا هو برنامج هام ويأتي في إطار سياسة واستراتيجية الفضاء الإفريقي، وذلك لتمهيد الطريق للقارة لتكون قادرة على المنافسة على المستوى العالمي في الأنشطة الفضائية. بدأت امتحانات شهادة المرحلة الثانوية لطلاب المدارس الثانوية للاجئين، وذلك في قرية علي عدي بعلي صبيح. وفي هذا الصدد توجه وفد هام ضم محافظ منطقة علي صبيح السيد موسى أدمي الغني وممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جيبوتي والمدير التنفيذي للمكتب الوطني لدعم اللاجئين لغوث اللاجئين والمنكوبين، قاموا بزيارة مخيم اللاجئين في ناحية علي عدي. وتهدف هذه الزيارة إلى التفقد عن القرب حول حسن سير امتحانات شهادات المرحلة الثانوية لطلاب المدارس الثانوية للاجئين. وتنظم هذه الامتحانات بإشراف كامل من قبل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، واستقبل الوفد لدى وصوله إلى المواقع التي تستضيف الامتحانات استقبل من قبل المعلمين والمسؤولين المكلفين بتنظيم ومراقبة حسن سير امتحانات البكالوريوس. وخلال هذه الزيارة التقى الوفد بممثلي مجتمعات اللاجئين المختلفة في المركز الإداري لمخيم اللاجئين، وشكر ممثلو اللاجئين رئيس الجمهورية ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني على دعم مدارسهم على دمج مدارسهم في النظام المدرسي الوطني وعلى ولتحقيق حلمهم من أجل أن يحصل طلبة اللاجئين على تعليم وتحقيق أحلامهم الدراسي. وأعرب مجتمع اللاجئين عن الشكر أيضا على تسليم الدبلومات الأكاديمية لطلابهم مثل طلبة المدارس الثانوية الجيبوتية الأخرى.
تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الراحل طاهر حوش دوال الذي وافته المنية أمس السبت في العاصمة جيبوتي، وترك المرحوم وراءه 3 بنات و10 أحفاد. وقضى الراحل مسيرته المهنية في ميناء جيبوتي منذ عام 1978 في إدارة البنية التحتية، حيث كان رئيس هذه الدائرة المعنية بإدارة البنية التحتية حتى فترة تقاعده عام 2012. ونسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. والآن ننتقل إلى الساحة الدولية. اختتم قادة الدول المجموعة 7 يوم أمس الأحد قمتهم المنعقدة في بريطانيا، حيث اتفقوا على مواجهة كورونا فيروس. المزيد نتابع في هذا التقرير. ذكر البيان الختامي للقمة أن الدول 7 ستقدم 1 مليار جرعة من اللقاحات خلال العام المقبل، وستعمل مع القطاع الخاص ومجموعة 20 دول أخرى من أجل زيادة المساهمة على مدى الأشهر المقبلة. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة: طالبت النظراء بالمساعدة في تحضير الجرعات اللازمة وتوفيرها من أجل تلقيح العالم بحلول نهاية عام 2022، مضيفا أن قادة الدول 7 تعهدوا بتوفير أكثر من 1 مليار جرعة عبر التمويل أو آلية كوفاكس. وتركزت أعمال القمة في يومها الأخير على المناخ، وهو تحدي كبير لدى المملكة المتحدة التي تستضيف في نوفمبر تشرين الثاني المقبل قمة الأمم المتحدة الكبيرة بشأن المناخ كوب 26. وتعهد قادة الدول 7 في بيانهم الختامي بتسريع التصدي للتغيير المناخي، محددين لأنفسهم هدفا بخفض انبعاثات الدول من ثاني أكسيد الكربون بمقدار نصف بحلول. إذن أعزائي المشاهدين، بهذا قد وصلنا إلى نهاية النشرة. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. أترككم في رعاية الله. إلى اللقاء.